أهلا بكم. لماذا تقمع محافظات ومناطق بعينها في العراق على أساس طائفي وتوصف أنها مناطق داعمة للإرهاب، في حين أن العراق بكامله ثار في تشرين وطالب بإسقاط النظام القائم على المحاصصة والطائفية، مع تداعيات استمرار استهداف وقتل المتظاهرين الثائرين وإلقاء المسؤولية على عاتق جهات مجهولة سموها بطرف ثالث؟ ومن من المفترض أن يحمي المتظاهرين بعد استهدافهم بالتفخيخ في ساحات التظاهر السلمي؟ وكيف يمكن وصف الموقف الدولي تجاه قمع ثورة تشرين؟ وما خيارات إيران أمام ثورة مزقت ما زرعته في المجتمع العراقي من طائفية منذ احتلال العراق عام 2003؟ نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. استخدام القمع والعنف بكل أشكاله لوأد ثورة تشرين العراقية لم يثني عزيمة المتظاهرين، بل زاد من إصرارهم على إسقاط النظام. الحكومة في بغداد لم تكتفي بقتل أكثر من 600 متظاهر وجرح واعتقال الآلاف منهم، فهي تسعى جاهدة للقضاء على الثورة وإخماد صوتها، فشكلت غرفا أمنية مشتركة بإشراف إيراني وأمني حكومي لهذا الغرض. قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق قال إن الهدف من تشكيل تلك الغرف في كل المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط هو للتضييق على التظاهرات، وأن قوات الطوق الأمني الحكومي على ساحة التحرير منعت وصول الإمدادات الطبية والمستلزمات الضرورية إلى فرق المسعفين. الحكومة وميليشياتها متورطة وبشكل مباشر بقتل المتظاهرين، ففي أسلوب آخر للقتل فجرت عبوة استهدفت إحدى السيارات قرب ساحة الطيران، وأدت إلى استشهاد 4 متظاهرين وإصابة 20 آخرين، تزامناً مع انفجار مماثل بعبوة ناسفة قرب ساحة الحبوب في الناصرية، في محاولة لتسقيط ثورة تشرين وتشويه صورتها الحقيقية. وهذا ما أكدته صحيفة الجارديان البريطانية بقولها إن ميليشيات الأحزاب التابعة لإيران متورطة في قتل المتظاهرين السلميين في العراق. ومع أن الانتفاضة العراقية أسقطت الطائفية بوطنيتها، إلا أن القوات الحكومية المدعومة بالميليشيات تصر على النهج الطائفي حتى في إبداء الرأي أو التظاهر أو الفرح، فقد بلغ بها الخوف من التظاهرات أن أطلقت الرصاص الحي على شباب مدينة الفلوجة الذين خرجوا تأييداً للتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وللاحتفال بفوز المنتخب الوطني على المنتخب الإيراني، بينما منعت شرطة قضاء الخالدية الاحتفال بفوز المنتخب الوطني وتوعدت كل من يحتفل بالفوز بالاعتقال. كما جوبهت تظاهرات الطلاب الداعية لإسقاط النظام في منطقة حي الخضراء والجامعة والعامرية ببغداد بالقمع والمنع واعتقال مجموعة من المعتصمين من طلبة جامعة تكريت، خوفاً من اتساع التظاهرات الشعبية في عموم البلاد. الناشطون المدنيون لم يسلموا من المطاردة والقتل، فقد قتلت ميليشيات مسلحة الناشط عدنان رستم في مدينة الحرية ببغداد، واعتقلت الناشط سمير فرج من الأنبار بسبب منشور على صفحته الخاصة أيد فيه التظاهرات، مع الادعاءات الحكومية بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي. وشهدت بغداد والمحافظات الأخرى استجابة واسعة للإضراب العام الذي دعت له النقابات تأييداً لمطالب المتظاهرين بإسقاط النظام. وتوجه طلاب الجامعات والمدارس في بغداد إلى ساحة التحرير استجابة لدعوة الإضراب العام. إذن أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، مرحبا بك دكتور فالح. أرحب بالسيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ينضم معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أستاذ مصطفى كامل مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبضيفكم الكريم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أرحب أيضا بالسيد علي عزيز الناشط المدني في ساحات التظاهر في العراق. أستاذ علي مرحبا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك وبضيوف. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور فالح. دكتور فالح، يعني ثورة تشرين ثورة لكل العراقيين، خرج فيها جميع العراقيين مطالبين بحقوقهم بتغيير الواقع الذي هم عليه، بتغيير النظام القائم على المحاصصة وعلى الطائفية، ولكن تقمع مناطق
بعينها في أثناء انطلاق هذه الثورة منذ تشرين وحتى الآن. لماذا يستمر النهج الطائفي للحكومة من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي الضيوف الكرام معي والمشاهدين الكرام. دكتور، هذا النظام منذ أن جاء به الاحتلال الأمريكي هو ليس عنده إلا أطروحة واحدة، هي الأطروحة الطائفية. هؤلاء ليس لهم ثقافة، ليس لهم فكر، ليس لهم يعني أي محتوى، لا يملكون. هم جاءوا بالأساس، يعني أحد النواب قال جاء الاحتلال بهم من شوارع لندن وباريس وطهران ولبنان، كلنا يعرف هذا الكلام. فهؤلاء ليس عندهم ثقافة، ليس عندهم فكر، هؤلاء طائفيون إلى حد يعني غير معقول. حتى أنا أجزم حتى الاحتلال الأمريكي الذي أتى بهم لم يتوقع أنه يكونون بهذه العقلية الطائفية. لك أن تتخيل ما يسمى برئيس وزراء، وأنا لا أعترف أنه هذه ليست حكومة وليست وزارة، لكن رئيس وزراء يقف على الهواء مباشرة ويقول نحن معسكر الحسين والطرف الآخر هو معسكر، يعني لك أن تتخيل هذا الخطاب الذي يأتي على أرفع مسؤول في النظام ما بعد الاحتلال الذي جعل رئيس الوزراء هو القائد العام والكذا. فهؤلاء طائفيون، وهؤلاء طبعا عندهم عقدة، يعيشون في عقد، يعيشون في هواجس، يعيشون في ظلمات ليس لها يعني أي مخرج. هؤلاء يعني يكرهون حتى أنفسهم، وبالتالي لا يمتلكون أي بعد، لا فكر ولا بعد. طبعا بالتأكيد ليسوا رجال دولة، لا توجد دولة، ليسوا رجال دولة. والأمريكيين طبعا والإسرائيليين متعمدين أن يجعلون هذا العراق بلا دولة وبلا، وبالتالي لا نستغرب منهم هذا. أما لماذا يركزون على محافظات بعينها؟ لأنهم يعتقدون أن هذه المحافظات مصدر الشر وعنوان الشر في تقديرهم هم، وبالتالي يخافون. بالتأكيد طبعا هذه المحافظات لاقت الويل، لاقت العنت في تاريخها القريب، قادة المقاومة وقادة انتفاضة واحتجاجات منذ البداية مبكرا، وبالتالي هم يعرفونها، يكرهونها كراهية طائفية، والآن يخافون أن تنضم هذه المحافظات إلى الحراك، إلى الانتفاضة، إلى الثورة، لتؤكد على الوحدة الوطنية الحقيقية في العراق، وهم يخافون من هذا السيناريو المرعب. نعم. أرحب مرة أخرى بالسيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، ينضم معنا عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ مصطفى، الحكومة أو القوات الأمنية وكذلك من تدعمهم قاموا بقمع مناطق بعينها وكذلك بمنعهم من الخروج حتى للاحتفال بفوز المنتخب العراقي بكرة القدم على منتخب إيران، وقاموا باعتقال حتى المحلات التي قامت ببيع الأعلام العراقية حتى للأطفال لكي يحتفلوا بهذا اليوم، بالإضافة إلى منعهم من الخروج في لتظاهرات مساندة للثورة، ثورة تشرين، مثلما قاموا بمناطق بعينها في بغداد، منعوا المدارس أيضا، منعوا المدارس الإعدادية. من وجهة نظرك هذه الممارسات كيف تفسرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا كان بودي أن أضيف على ما تفضل به الأخ العزيز الدكتور فالح الخطاب، ولكن يعني لم أعرف سؤالك، والحقيقة أن ما كنت أريد أن أضيفه يعني يصلح مدخلا لهذا الحديث للإجابة على سؤالك الكريم. هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق منذ احتلاله ليس لديهم، فضلا عن الطائفية، ليس لديهم أي من صفات رجل السياسة أو رجل الدولة كما تفضل الدكتور فالح. وما يحكمون، ما يسمى بالأحزاب والتي يحكمون من خلالها، هي في الحقيقة عبارة عن منظمات إرهابية وميليشيات مسلحة قتلت العراقيين على مدى 40 سنة الماضية، وسواء منها ما كان خلال الحرب العراقية الإيرانية وما بعدها، أو خلال 16 سنة الماضية. يعني نحن في العقود الأربعة الأخيرة من عمر العراق والعراقيين لمسنا إجرام هؤلاء وإرهابهم وتخليهم عن كل المعاني والقيم
التي يعرفها الجميع، وبالتالي عندما يمارسون اليوم هذا القمع وهذا الإرهاب الحقيقة هو ليس فقط قمع أو عنف وإنما هو إرهاب وقتل واضح، فإنهم يعني ينسجمون تماما مع حقيقتهم ويعبرون تماما عن ذواتهم المريضة الإجرامية الإرهابية التي تستلذ بقتل الآخرين والتي أمعنت قتلا وتعذيبا وإجراما وسرقة وفسادا. الآن عندما يمنعون هؤلاء المتظاهرين السلميين الذين شهد العالم جميعا كيف أنهم حافظوا على سلميتهم، سلمية ثورتهم على مدى قرابة 50 يوم التي مضت رغم ما يواجهونه من قمع شديد لا يعني أي إنسان، هذه الوحشية المفرطة والهائلة بالحقيقة، العالم كله شهد وحشيتهم من جهة وشهد يعني سلمية هؤلاء المتظاهرين. أرحب بالسيد علي عزيز الناشط المدني في ساحات التظاهر في العراق. سيد علي، يعني كيف تصف ما يجري في ساحة التظاهرات وكيف تتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين؟ طبعا بالبداية أسلم عليك وعلى ضيوفك الكرام. احنا موجودين بساحة التظاهرات، موجودين بساحة التحرير، موجودين بجسر السنف، موجودين بشارع الرشيد، موجودين جسر الأحرار، واليوم صارت نوعا ما من الاشتباكات على جسري السنف والأحرار. واحنا البارحة قلنا ان شاء الله احنا على السنف وقادمين للأحرار ومسار عودي غلق الأحرار، وان شاء الله ان شاء الله الجسور كلها احنا راح نعيد انتشارنا بها، والجسور جسورنا والشوارع شوارعنا. وهذه الحكومة احنا بنظرنا هي حكومة فاقدة للشرعية من اول اطلقتها علينا من يوم 1 تشرين ولحد الان احنا الحكومة ما معترفين بها نهائيا. يعني هي يعني يكفينا احنا ان الحكومة اتت على ظهور الدبابات الامريكية، يعني حكومة مستوردة من الخارج، ونحن شعب، نحن ابناء هذا البلد. يعني فاحنا مستمرين بتظاهراتنا ومستمرين بعصياننا المدني بالرغم من تهديد الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء اليوم، وهددنا بأوامر اعتقال وقبض حق كل من يدعو إلى العصيان المدني. لا، نحن ندعو إلى العصيان المدني ونشيد بكل من ساهم بنجاح هذا العصيان المدني، وإحنا بحالة عصيان مدني مفتوح لحين إسقاط العملية السياسية بأكملها وليست الحكومة الحالية فقط. إلى أي مدى ثورة تشرين مزقت الطائفية التي عكفت إيران على زرعها؟ يعني إيران 16 سنة تشتغل على أنه تزرع الطائفية بهذا البلد، قتلت كثير من عندنا. يعني إحنا ما ننسى أيام القتال الطائفي إيران، يعني ميليشياتها قتلوا أكثر من 1 مليون شخص من الطائفة المقابلة. إيران هذا كل اللي زرعته انهار ببضع ليالي. يعني أنا أحب أفرحك وأبشرك كونك عراقي، أحب أفرحك أنه محافظتين عندك هي الديوانية والناصرية. اليوم أمس الساعة 6 بعد المغرب 6 مساءً ما بقت ولا أي صورة لا للخميني ولا للخامنئي بكل شوارع الديوانية والناصرية. أنت لو تعرف كيف كانت مليئة بصورهم. يعني هذا دليل على أنه المشروع الإيراني بالعراق إحنا ما نتقبله. طيب. إحنا ما نتقبله نهائياً وما نتقبل أي مشروع أجنبي بالعراق. إحنا بلد حضارة أخي. إحنا بلد بنينا نفسنا بنفسنا. أنا تاريخي 7000 سنة. أنت قيس بعد شلون انهار هذا المشروع بغضون كم يوم على إيد الشباب والله العظيم ما يتجاوز عمرهم 22 سنة. ابقى معنا سيد علي عزيز. دكتور فالح الخطاب، لم تبقى أي صورة للخميني وللخامنئي في مدينة الناصرية حتى، كيف أثرت أو هزت ثورة تشرين أركان النفوذ الإيراني وملامح الوجود الإيراني في العراق من وجهة نظرك؟ الحقيقة يعني واحدة من معجزات هذه الثورة. هذه الثورة لها معجزات كثيرة، وبغض النظر عن النتائج التي تتمخض عنها على الأرض، يعني نحن نتمنى نتأمل نرجو كعراقيين مخلصين كوطنيين نرجو أن تنتصر هذه الثورة، ولكن قدرا جدلا لو حدث ما حدث هذه الليلة وتوقفت هذه الثورة، نقول هذه الثورة صنعت معجزات بل لم تكن تخطر حتى في بال كثير بل الكثير من العراقيين، الغالبية من العراقيين. هذه الثورة ثورة اجتماعية، ثورة ثقافية قبل أن تكون سياسية.
الأخ الآن المتكلم الأخير وأحييه لأنه بطل من الساحة يتكلم، الأستاذ علي من الساحة يتكلم أحييه كبطل، يقول أنه هذه الثورة أسقطت مشروع طائفي قديم وعميق. نعم أسقطته، لأنه هذه الثورة أخي الكريم كما قلت لك قبل أن تكون سياسية هي ثورة اجتماعية ثقافية فكرية. والله أخي الكريم نحن نعلم يعني عمق الشرخ الطائفي في العراق. العراق في تأسيس الحديث عام 21 ولد مشوها للأسف، ولد وحراب البريطانيين وحراب وكل القوى المتربصة به كانت تراهن على عدم ديمومة واستمرار العراق، لأنه فيه انشقاقات، فيه تقسيمات عرقية وطائفية، وظلوا يراهنون على هذا وظلوا يحاربون بهذه البطاقة بهذه الكارد، إلى أن يعني واعيتنا السبل حقيقة، لأنهم حتى الأمريكان عندما أتوا بهذه الورقة، هذه الورقة الرابحة التي تفسر إعطائهم العراق وتسليمهم إلى إيران، لأنهم يعرفون أن تدمير وتفكيك العراق أسهل طريق له هو الطريق الطائفي. أتوا هؤلاء الشباب بارك الله فيهم، هؤلاء الشباب الأبطال أتوا وهم مجرد يعني الشباب هذا مجرد من أي عقدة طائفية، ليس عنده عقدة طائفية، هو ابن تاريخه، ابن اليوم، ليس له هذه العقد وليس له هذه العاهات المستديمة في العقل الطائفي العفن الذي كان موجودا في العراق وتغذيه هذه الصور وأصنام أخرى موجودة نرجو أن ينتبه لها الثوار. لا يبقون على صنم، لا صورة ولا صنم ولا أي. الأخ الكريم الشعب هو سيد نفسه، الشعب هو سيد نفسه وهو من يصنع غدا وهو من يصنع ثورته وهو من يصنع مرجعيته وهو الذي يتحكم في هذا الحاضر كما يتحكم في المستقبل. لا طائفية بعد اليوم. أكبر إنجازات الثورة والثوار هو أنهم داسوا بأقدامهم وأعلنوا موت الطائفية، وهذا إنجاز كبير. مهما تكون نتائج الثورة، القطار وضع على السكة، نحن في طريق بممر واحد، ليس هناك عودة للوراء، القادم أجمل وأجمل بكثير رغم هذه الدماء. نعم أستاذ مصطفى كامل، هل أسقط المشروع الإيراني في العراق مع بداية ثورة تشرين؟ مع بداية ثورة تشرين المباركة التي من إنجازاتها سقوط الطائفية وعودة ثقة العراقيين بأنفسهم، لأنهم الآن يعني قبل هذه الثورة كانوا يتحدثون عن، كان كثير من المغرضين أو من المتشائمين أو ممن يدعون الواقعية يتحدثون أن لا أمل في هذا الشعب، لا توجد أي بارقة أمل لنهضة أو فرصة لانطلاقة من جديد، وإذا بهذا الجيل الذي كان يغذى بالطائفية وبكراهية الآخر شريكه أو أخوه في الوطن أو بكراهية الأوطان حتى وبمفهوم الوطنية، إذا به ينتفض بهذا الشكل عادة ثقة العراقيين بأنفسهم. سقوط المشروع الإيراني بدأ منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها هذا المشروع. في الحقيقة هذا المشروع هو مشروع للدم والإرهاب والإجرام، ليس مشروعا للبناء، هذا مشروع للفتنة الطائفية وللإرهاب ولتقسيم المجتمعات وشرذمتها. وجدنا هذا في العراق، في لبنان، في سوريا، في اليمن، في البحرين، في كل مكان تحاول أيدي هذا المشروع الفارسي الإرهابي الطائفي أن تمتد إليه، سنجد ملامح هذا الفشل الكبير. ولكن عندما قامت هذه الثورة المباركة، ثورة تشرين العظيمة، بكل إنجازاتها التي تحققت حتى الآن، حتى إن لم تؤدي إلى إسقاط هذا النظام العميل بشكل كامل، فيعني حقيقة تم لنقل إعلان موت هذا المشروع في العراق. هذا المشروع لم يبق له إلا هؤلاء الذين يعني وضعوا رهانهم الأول والأخير على هذا المشروع الفارسي، وبالتالي لم يعد أمامهم إمكانية للتراجع عن أي شيء. الآن ليس لديهم فرصة، أما الشعب العراقي
فقد حطم هذا المشروع الطائفي الإجرامي وتلمس يعني طريقه نحو المستقبل، طريقه الواضح نحو المستقبل. هذه الصور التي والأفلام التي تصل إلى العالم كله من ساحات التظاهر في كل أنحاء المحافظات والمدن العراقية الثائرة، إنما تعبر عن أمل كبير في هذا الجيل وفي هذا الشعب. لم يكن حقيقة أكثر المتفائلين يتوقعون مثل هذه النتائج الهائلة. الآن ثورة تشرين وصلت إلى مديات غير مسبوقة وحققت انتشارا أفقيا في المدى الجغرافي، وحققت تحولات اجتماعية بالغة الأهمية، وأهمها كما قلنا كسر هذا الصنم الطائفي والذي كان يعني يخيم على العراقيين وعلى العراق وعلى مستقبل العراق، وأيضا أعاد ثقة العراقيين بأنفسهم. الآن هؤلاء الشباب يبنون هذه ثورة للبناء، ثورة للمستقبل، وبالتالي هذا المشروع الفاشل الإجرامي لم يعد له. ابقى معي لو سمحت. بالمقابل هناك من يصف هذه الثورة بأنها أكبر ثورة يشهدها العراق بعد احتلاله عام 2003 وحتى الآن. أستاذ علي عزيز، ما هي ردود فعل الثوار والمتظاهرين بعد أن ظهرت تطورات جديدة في استهدافهم في ساحات التظاهر السلمي بعمليات التفخيخ؟ من يتهمون؟ سيدي، طبعا هي احنا من البدايه قلناها، احنا طالعين بانتفاضه عارمه. يعني نحن اصلا حتى بالدستور اللي كتبته هذه الحكومه العميله حددوا نقاط وحددوا يعني موجبات وحصرونا يعني بمساحات معينه بالمظاهرات. قبل يوم طلع العميد خالد محنى الناطق باسم وزاره الداخليه يقول انه المظاهرات لازم تحدد المناطق حتى ما ننتشر. احنا اولا احنا غير متظاهرين، احنا الان شعب منتفض وازيدت اكثر. احنا مو منتفضين، احنا اليوم بثوره عارمه. احنا اليوم ثوره نريد نمسح كل شيء هم جابوه، كل شيء هم خلوه، نمسح هاي سياستهم كلها الغبراء. هذا دستورهم احنا ما معترفين به، احنا هذا الدستور راح نكتبه بدمنا. انت اليوم تسالني على حالات القتل والتفخيخ، انا المتحدث الان وياك، انا علي عزيز، انا ضربوني قنبله غاز مباشر بشكل مباشر دايركت بصدري، عملت شق بصدري طوله 18 سنتيمتر. لحد الان الاطباء ما خيطوه لانه استموه من جسمي. كل يوم اني اخذ اوبرتين فولكارين وارجع تحت التحرير اكمل. نسأل الله لكم الشفاء التام. استاذ علي، الكثير من المتظاهرين انضموا من باقي المحافظات وباقي المناطق التي تصفها الحكومه بانها مناطق داعمه او حاضنه للارهاب مثل ما تصف. كيف استقبل المتظاهرون يعني إخوانهم في ساحات التظاهر مشتركين معا في هدف إسقاط النظام المعتمد أو القائم على الطائفية؟ لا احنا الطائفية انتهت، سقطت بعد الطائفية عندنا. احنا استقبلنا كل الشعب العراقي من كل محافظاتنا، يعني بما فيها المحافظات الغربية استقبلنا من محافظة صلاح الدين ومن ديالى ومن كركوك ومن الموصل. بالعكس احنا اليوم لو تيجي تشوف شلون متجسده الوحده العراقيه الاصيله، هذول الناس اللي يحكمون اخي، هذول ناس هم مندسين بالجسد العراقي الطاهر. احنا جسدنا طاهر، هم المندسين يتهمونا بانه احنا بينا مندسين. هذه حكومه متشردمه ضائعه. شوف يعني شوف انت المضاربات والمفارقات، تصريحات وزير عن وزير ما يعرف شكو ماكو. يطلع مثلا وزير الدفاع يقول احنا لم نستورد لا القارفات الاطلاقات ولا الغازات. طيب من اللي دخل هالمخازن وزاره الدفاع والداخليه وسلمها القوات مكافحه الشغب كي تقتلنا؟ قبل بيومين يطلع الناطق باسم رئيس الوزراء يقول لا احنا نستخدم غازات، هذه غازات يعني حسب وصفه انه درجه اولى، ده يمدحها، يقول هاي تستخدم بامريكا وبريطانيا وبفرنسا. غازات درجه اولى لقتل المتظاهرين. ابقى معي استاذ علي. دكتور فالح، يعني كيف تعلق على ما تفضل به سيد علي عزيز؟ هناك يعني وزير الدفاع يتحدث عن طرف ثالث مجهول يقوم باستهداف المتظاهرين، وأن الأسلحة التي استخدمت وقنابل الغاز التي استخدمت لا علم للحكومة بها ولا علم له بها أيضا. يعني هل من المعقول أن يكون ذلك فعلا في دولة تقول إنها دولة مؤسسة؟ يعني إذا أنت تقول أنها دولة، ف
فنقول ليس من المعقول. لكن هذه ليست دولة وليست حكومة، بل نظام أقام الاحتلال متعمدا لكي يكسر ظهر العراق ويفتت كيانه. هذه ليست دولة، هؤلاء ليسوا رجال دولة. هذا يعني لو يخجل، هو اسمه وزير دفاع طبعا شيء كبير، يعني الاسم حتى كبير جدا، ها لو يخجل لما تكلم بهذا الكلام. ولكن على كل حال هؤلاء لا فائدة من الكلام معهم ولا الكلام عنهم، لأنه ليسوا دولة وليسوا حكومة وليسوا رجال دولة. هو بكلام هذا يؤكد على أنهم إذا علموا فهذه مصيبة، وإذا لم يعلموا فالمصيبة أعظم. ها لكن أقول لك شيء واحد، إذا كان في صدق في كلامه، إذا في صدق في كلامه، فهو شيء واحد، أن هذه الحدود الطويلة العريضة بيننا وبين جارة السوء إيران طويلة جدا، تمسكها ميليشيا بدر وتمسكها ميليشيات أخرى والحرس الثوري، وبإمكانهم أن يدخلون ما يشاءون. نحن نعلم جيدا أن هناك قواعد كثيرة للحرس الثوري، وهناك تسلل كثير، وهناك من جاءوا باسم الزيارة وبغيرها وتجنسوا، وهناك قواعد، ويعني نعلم أشياء كثيرة، مخازي كثيرة. لو تمكنت الثورة بإذن الله من السيطرة على الوضع الآن أو آجلا أو في أي وقت، ستظهر هناك أشياء وأشياء يعني حقيقة يشيب لها يعني رأس الولدان، أشوف شعر الولد. وبالتالي هذا الكلام ليس مستغربا، وكما تفضل الأستاذ علي، يعني هذا الوزير يتكلم بشيء وهذا يتكلم بشيء، وهذا يدل إن أخذنا بحسن النية وبالتفسير الموضوعي للأحداث، فيدل على أنهم ناس تائهين، ناس ضايعين، ناس ليسوا أصحاب، ليسوا فكر ولا رجال دولة ولا حكم، ولم يحلموا في يوم من الأيام أن يكونوا حكام، ولكن كما يسموهم في بعض الأدبيات سياسيين الصدفة، يعني هكذا جاءوا. إذا كان وزير الدفاع يتحدث أنه لا يعلم، فمن الذي يعلم؟ لا أحد يعلم. ولو خرج المسمى هذا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي وقال لا أعلم، والله لا أتعجب. طيب. لأنه الوضع كله، كل الوضع، يعني نحن نعلم أن الاحتلال الأمريكي البغيض عندما احتل العراق، أنا أذكر عندما 2004 كنت رحت في مهمة صحفية إلى العراق، والله دخلنا يا أخي الحدود سايبة مفتوحة، الأمريكان تعمدوا كل ما يجري في العراق ليس نتيجة أخطاء أمريكية، إنما خطايا متعمدة أدخلوا فيها أنواع وأشكال من المخابرات، من شبكات التخريب، من شبكات الإفساد، كل هذا من أجل تدمير بنية هذا البلد العظيم اللي اسمه العراق. أستاذ مصطفى كامل، يعني ما تداعيات استمرار استهداف وقتل المتظاهرين على هذا النحو وإلقاء المسؤولية على عاتق جهات يسمونها بالمجهولة ولا يذكرون ماهية وطبيعة هذه الجهات التي تقوم بقتل المتظاهرين في ساحات التظاهر؟ ما تداعيات استمرار هذه الجرائم في ساحات التظاهر؟ أنا أثق أن وزير أو يعني أصدق أن وزير الدفاع في عصابة المنطقة الخضراء، وأنا لا أسميها حكومة ولا نظاما، أسميها عصابة، أنا أعتقد أن كلامه صحيح في أنه لا يعرف من الذي أطلق النار أو من الذي استورد هذه الأسلحة الفتاكة أو من الذي يأمر باستخدامها، لأنه هو عبارة عن طرطور في هذه العصابة. الجميع يعلم أن الصور التي جاءت من والأفلام التي تتحدث عن غرف عمليات التي يعني تقمع الثوار، أحياناً لا يكون لهذا المسمى وزير الدفاع وجود فيها. الذين يتواجدون فيها هم بين وزير داخلية وبين قائد الشرطة الاتحادية الذي هو من ميليشيات بدر وباقي أعضاء يعني الميليشيات المعروفة الإرهابية الإجرامية. تداعيات هذا الإرهاب الذي يمارس في هذه ساحات التظاهر في كل المدن الثائرة، يعني حقيقة لن يوقف هذه الثورة، هذا وهم يجب أن يغادره الجميع. هذه الثورة قامت لتبقى حتى تحقق نتائجها المباركة إن شاء الله باقتلاع هذا النظام المجرم، وهي يعني حققت إنجازات هائلة لحد الآن خلال الأيام الخمسين الماضية من عمرها
المبارك، وبالتالي هذا الإرهاب الذي يمارس لن يزيد الثوار إلا عزما. نحن وجدنا في كل مرة يعني تمارس بها أجهزة العصابة الوحشية إجرامها وإرهابها ضد الثوار، سواء في الناصرية أو في البصرة أو في ميسان أو في النجف وكربلاء وبغداد وبابل وغيرها والمثنى والقادسية، كل هذه المدن عندما تواجه يعني ثوارها عندما يواجهون بآلة الإرهاب والإجرام التي تمارسها العصابة ضدهم، فإنها في نفس الوقت أو في اليوم التالي نجد عزما أكبر وإصرارا أكبر ويعني صدقا أكبر في تحقيق هذه، في الإصرار على تحقيق هذه النتائج التي يروم أمها الثوار. هؤلاء يعني خرجوا بصدورهم العارية إلا من الإيمان، وحقيقة هي صدور مملوءة بالإيمان وبالثقة ليحققوا هدفهم بإسقاط هذا النظام. هم يقولون ورفعوا بكل وضوح شعارا يفهمه الطفل الصغير ويفهمه الكبير، يقولون إما نحن أو أنتم، لا يمكن لهذا العراق أن يجمعنا مع بعض، لا يمكن للمستقبل أن تكونوا فيه معنا. المستقبل لشعب العراق ولهذه الروح التي تفجرت بين العراقيين إيمانا ونخوة وصدقا ووطنية وغيرة، وأسفرت عن المعنى الصريح والحقيقي لروح العراقيين التي تجذرت عبر آلاف السنين. ولذلك عندما كان الجميع، كان الكثير من اليائسين كما قلنا أو الواهمين أو المحبطين أو المغرضين يتحدثون عن عدم وجود أمل في العراق أو عن موت العراق في بعض الأحيان، كنا على ثقة في أن هذا الشعب سيكشف عن وجهه الحقيقي وعن معدنه الأصيل، وهذا ما حصل في ثورة. وبالتالي شهد العالم أجمع وقد حصل في ممارسات سابقة أيضا، يعني التصدي المجيد في عمليات المقاومة للاحتلال الأمريكي وللغزو قبل ذلك وما بعد ذلك، والاعتصامات التي شهدتها المحافظات الستة المنتفضة في العامين 2013 و2014، هذا كل الاعتصامات والمظاهرات التي حدثت في بعض مدن الجنوب خلال السنوات التالية، يعني في 2014 و15 و16 و18 إلى آخره، كل هذا تعبير عن معدن هذا الشعب العظيم. واليوم نجد ثمرة هائلة لكل هذا الصمود ولكل هذا الإخلاص في يقين العراقيين أنهم يجب أن يحققون مستقبل أفضل. أصبحت قضية يعني الثورة لن يحقق إلا مزيدا من الإصرار على تحقيق هذه الآمال التي يرجوها المخلصون من العراقيين وهم الأغلبية الغالبة طبعا. نعم سيد مصطفى. سيد علي عزيز، يعني قضية التظاهرات، قضية الثورة في العراق الآن والتي يشهد العالم ما يجري فيه، ثورة عظيمة، يعني هناك في هذه الثورة تضامن وتكاتف وحاضنة مجتمعية لهذه الثورة، وكأن هذه الثورة فعلا هي القضية الوحيدة للعراق، إما أكون أو لا أكون. بالمقابل الثوار مستهدفون، هذه التظاهرات السلمية مستهدفة، يعني كيف يحمي المتظاهرون أنفسهم؟ كيف تحمون ظهوركم في ظل يعني تخلي الحكومة عن حماية المتظاهرين بقولها أن هناك أطراف مجهولة تقوم باستهدافكم؟ لا طبعا سيدي، هي الحكومة هي ما لها علاقة بنا نهائيا، يعني ما لها أي ربط بنا بهالموضوع هذا. الحكومة هي تقتلنا، يعني القناصين اللي اعتلوا أصلح البنايات ب21 اعتلوا أصلح بنايات تابعة لدوائر دولية، يعني هذا شيء مو بالغريب علينا. يعني شوف أنت قبل 4 أيام لواء، درجة لواء ضابط بدرجة لواء، خطفوا من وسط بغداد المنطقة الجادرية، منطقة الجادرية مقابل جامعة بغداد، خطفوه يعني شارع، يطلع رئيس الشرع يناشد الخاطفين ويتوسل لهم بإطلاق صراحة. تعرف هذا شنو معناها؟ هذا معناها أن السيد عادل عبد المهدي يعرف من هم الخاطفين. وين كان السيد عادل عبد المهدي لما خطفوا من عندنا
29 ناشط قتلوا 6 أرباع وشمروهم جثث، ليش ما ناشد الخاطفين؟ ما هذا رئيس وزرايا؟ لا يعرف القنابل من أين دخلت، لا يعرف القاذفات تطلق القنابل من أين دخلت، لا يعرف القناصين من اللي جابهم، في ناشد ناس خاطفين عصابات يكون صلاح لواء صفن الجارة. يا أخي يعني المفروض هذا الإنسان اليوم يحترم شيبة رأسه ويطلع. شوف احنا اليوم بالعراق نعيش، ويمكن انت سمعت البارحه الفجر اليوم يعني التسريبات اللي طلعت، تسريبات مال اللي سربتها صحيفه النيويورك تايمز، واحنا نعرف النيويورك تايمز صحيفه مملوكه للجمهوريين هي والفضائيه فوكس نيوز، سربوا هاي التسريبات اللي طلعت من الاستخبارات الايرانيه. يعني والله هي الفضائح اللي بتسمعها، ولو احنا كعراقيين ما نحتاج لهذه التسريبات، بس احنا نريد المجتمع الدولي يعرف. احنا نعرف ايران شنو دورها، نعرف كل الدول شنو دورها بالعراق، لكن احنا هذا اليوم نجي نشوف انه الجمهوريين من يسربون هذا الشيء، ما معناته انه الديمقراطيين اللي بامريكا اللي بعهد اوباما هم اللي سلموا العراق على طبق من ذهب لايران. طيب ابقى معي استاذ علي في هذه النقطه. دكتور فالح الخطاب، كيف ينظر الامريكيون الى التظاهرات في العراق وهم صدر منهم ربما على استحياء بعض المواقف وبعض التصريحات من انه سنوقف الدعم للقوات الامنيه او الجهات الامنيه التي قامت باستهداف المتظاهرين اذا ما تم فعلا التحقق من انها استخدمت هذه الاسلحه في استهدافهم؟ كيف تنظر الى الموقف الامريكي؟ يعني الحقيقة يعني لولا أننا يعني في الميدان نواجه العدو الإيراني وجها لوجه لقلنا أن العدو الأمريكي هو الألعن وهو الأشد خبثا والأشد مكرا. بداية الأمريكان هم الذين أتوا بهؤلاء، وهذه حقيقة معلومة. ثم لا يقول أحد ها أنه هذه الأمريكان لا يعرفون. سنوات الأولى للاحتلال وزارة الداخلية بطوابقها المتعددة كانت فيها طوابق خاصة بضباط إيرانيين وطوابق خاصة بضباط أمريكان، هذا مثبت، هذا معلوم. كان الأمريكان يعرفون جيدا فرق الموت لمن تكون ومن تكون. القضية قضية سياسة دولة كما تسمى الدولة العميقة في أمريكا. الدولة العميقة في أمريكا قررت أن تسلم إيران العراق كما سلمت إيران اليمن، كما سمحت لحزب الله أن يتسلم لبنان منذ فترة مبكرة طبعا، كما سمحت للميليشيات الشيعية كما تسمى الإيرانية يعني طبعا المقصود بها الصفوية أن تتسلم سوريا، وهكذا إحنا أجزاء مخطط أمريكي. الأمريكان الآن يلعبون لعبة خبيثة وقذرة. انظر ماذا فعلوا طيلة هذه يعني الآن إحنا نقترب من 50 يوم من الثورة ها المباركة، والله تعالى يبارك في عمرها ويبارك لها إن شاء الله الانتصار الإنجاز. آمين. ها الأمريكان يتفرجون. نحن يعني أمام أرقام، لو أخذنا جدلا سلمنا أنه 350 شهيد، 15 12 13 14 ألف جريح، خط مخطوفين سجناء كذا، لو سلمنا بهذه الأرقام بالله عليك هذه أرقام لثورة أو انتفاضة أم أرقام لحرب، ساحة حرب؟ مع ذلك الأمريكان اللي عندهم في وزارة الخارجية قسم لحقوق الإنسان لا يبالون، يتكلمون بين فترة وأخرى يطلع بومبيو أو يطلع واحد آخر نحن قلقون. طبعا ورثوا القلق من هذا بانكيمون، أخذوا القلق من عنده وبالتالي هم قلقين. لكن الأمريكان يلعبون لعبة قذرة، لماذا؟ لأنه حتى التسريبات اليوم نيويورك تايمز طبعا العراقيين يضحكون عليها، لولا أنها مهمة من جانب أنها يعني أتت يعني هم الخصم ها والحكم، ولكن هم الخصم قال أن هؤلاء كذا 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 حسب هذا. لكن نحن نعلم، كل عراقي يعلم إيران هي التي تحكم في العراق وهي المتنفذة والمسؤولة، وأن اللي يحكمون في المنطقة الخضراء جواسيس لإيران ها. لكن الأمريكان ماذا يريدون؟ الأمريكان عندهم لعبة خبيثة وقذرة، يريدون الآن أن يكشفون إيران قدر الممكن للشعب العراقي، أنه أيها العراقيون من يؤذيكم هي إيران، من أمريكا الآن تريد القتل يزيد، تريد مساحة الدم تزيد، من أجل أن يفهمون العراقيين أنه عدوكم ترى إيران ونحن المنقذين في وقت ما ها، حتى يلجؤون العراقيين إلى الولايات المتحدة. الأمريكان عندهم خطة، عندهم بلان بي، تنتهي هذه
هذا السيناريو كل ما يضعونه هو سيناريوهات معدة، يعني هذه فترة يسيل فيها دم، يسيل فيها دماء، تسيل فيها انهار من الدماء، ليس مهم، المهم تنطوي هذه الصفحة، الشعب يكره إيران، يقاتل إيران، حتى الأمريكان يأتون هكذا لكي يتسلموا العراق ويأتون بجماعتهم من عملاء أشد نجاسة من هؤلاء. الأمريكان طبعا خبثاء، وبالتالي الإفراج عن هذه الوثائق وعدهم كثير طبعا، وكما قلت لك هم يعرفون جيدا منذ الأيام الأولى للاحتلال، يعرفون من دخل للعراق، فرق الموت، يعرفون جماعة تشلبي أتى بجماعته، كثيرين تدربوا في دول كثيرة، في بولندا، في بلغاريا، دربوهم هناك، CIA دربوهم وأتوا بهم، ثم سلموهم المقرات. صولاغ كان يقتل ويثقب بالدريل بعلم الضباط الأمريكان، كل هذا يعرفونه، لكن الآن هم يسربون الليك هذا اللي يطلعون التسريب هذا المبرمج والمسيطر عليه، كله بهدف توجيه العقل العراقي والعقل الثوري والعقل المنتفض أنه أعداؤكم هم إيران، أما نحن فسنخلصكم في الوقت المناسب بأن نأتيكم برجال أنجس من هؤلاء، ونأتي على دورة جديدة لعشرين عام قادم ينتثر فيها العراق وينتهي وهكذا. فالأمريكان يلعبون لعبة قذرة جدا جدا، ويعني يعرفون ماذا يفعلون. كيف تعلق أستاذ مصطفى كامل على ما تحدث به دكتور فالح الخطاب؟ أنا أقول أن الاحتلال الذي حصل لل... نعم أستاذ مصطفى، فقدنا الاتصال يبدو مع الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، سنعاود مرة أخرى الاتصال به. أستاذ مصطفى تسمعوني؟ أسمعك نعم. أستاذ مصطفى، يعني أنا أقول الموقف... أن الاحتلال الذي حصل للعراق هو احتلال أمريكي إيراني مشترك، والوثائق التي كشف النقاب عنها خلال السنوات 16 الماضية، سواء منها مذكرات أو وثائق رسمية أو مذكرات أشخاص أعني أو وثائق رسمية، كلها تؤكد الصلة بين الغزاة الأمريكان وجارة السوء إيران ل يعني تيسير سبل غزو العراق وضمان احتلاله بشكل تام. وقد حصل رأى العالم أجمع المفاوضات التي حصلت في العامين 2005 و2006 وربما امتدت حتى إلى 2007 لتقاسم النفوذ في العراق، وما حصل عندما انسحبت النخب القتالية أو القوة القتالية الأساسية من جيش الغزاة الأمريكان في العام 2011 لتترك المجال إلى الولاية إلى إيران. وقبل ذلك أنا أشير إلى ما حصل أو ما رواه زلماي خليلزاده المسمى سفير الإدارة الأمريكية لدى فصائل المعارضة العراقية العملاء، يعني أنه كان يلتقي بمحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الحالي الذي كان يشغل منصب نائب الممثل الدائم الإيراني في الأمم المتحدة، كانوا يلتقون سرا في جنيف ليبحثوا قبل طبعا غزو العراق تحديدا في العام 2002 ليبحثوا سبل التعاون في غزو العراق. هؤلاء كل العملاء أيضا الذين جاءوا مع لا أقول جاءوا في الدبابة الأمريكية لأن الدبابة يعني أكبر من استحقاقهم، هم جاءوا مختبئين في بوستال جندي أمريكي يركب في هذه الدبابة، كلهم كان منهم عملاء إيران، كانوا يعني أقصد عملاء إيران منهم كانوا أيضا في نفس الوقت عملاء للولايات المتحدة. نحن رأينا كل هذه العصابات الإجرامية تقيم أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، وبالتالي هي دخلت تحت غطائها وتحت رعايتها، وهم أنشأوا فرق الموت وهم يعرفون جيدا كل ما حصل. هم عندما أصدر بريمر قانون الجيش تأسيس الجيش العراقي من حاصل سبع جمع سبع ميليشيات، تم تكليف المجرم باقر صولاغ ليكون رئيس لجنة دمج الميليشيات، وبالتالي كل هذه المعلومات التي يكشف النقاب عنها اليوم يعرفها أي طفل عراقي، ويعرف أكثر منها بأضعاف كثيرة فضلا عن المراقبين والمحللين والصحفيين ورجال السياسة. لكن أنا أقول أن الولايات المتحدة لحتى الآن
لم تفرط أو لم تتخلى عن هذه العصابة التي جاءت بها، هذه العصابة المنطقة الخضراء، هذه منتج أمريكي في الحقيقة أوجدته في بغداد لاستكمال مشروع تدمير العراق وقتل شعبه وسرقة موارده وارتهانه وتحطيم مستقبله أيضا ضمانا لأمن العدو الصهيوني. لكن عندما تميل الكفة لصالح بشكل واضح لصالح الثوار، فإن الولايات المتحدة بسياستها البراغماتية ستدفع بهؤلاء إلى الهاوية التي تنتظرهم أو إلى مزبلة التاريخ في الحقيقة، وستعمل على محاولة يعني دعم الثوار بشكل أفضل. لكن العراقيين جميعا يعرفون جيدا من هو عدوهم وما هي المشاريع التي الخبيثة التي يعني تدمر بلدهم. وأنا أعتقد أن العراقيين بعد هذه التجربة المغيرة في السنوات 16 الماضية وأكثر قادرون على تمييز الغث من السمين، قادرين أيضا على تمييز المواقف الدولية التي ربما كما قلت يعني تتعامل مع ثورتهم ببراغماتية عندما تميل الكفة بشكل واضح لهم. لكن إن شاء الله نعم أستاذ مصطفى كامل، نشكرك شكرا جزيلا. على ما يبدو المواقف الدولية أخذة في التصاعد ضد قمع التظاهرات السلمية في العراق من خلال يعني وسائل الإعلام الدولية والغربية حتى، وليست فقط ليس فقط العربية. إلى أي مدى ترى أنه ربما ستستمر هذه الحكومة في قمع هذه التظاهرات واستخدام أيضا آلة القمع الحكومي لمناطق بعينها في العراق على أساس طائفي لمحاولة إعادة إنتاجها أو إعادة تدويرها من جديد؟ محاولات هذا النظام ستستمر لأنه لا يملك شيء آخر، لا يملك هو أن يتجاوب مع مطالب الثوار. مطالب الثوار أصبحت الآن مطالب جذرية، مطالب يعني نهائية في أعلى درجاتها. نحن نتحدث الآن عن ثورة جذرية لا تقوم على أساس إسقاط حكومة بل نظام سياسي بأكمله، كنس الدستور، كنس العملية السياسية بأكملها. وهذا أمر طبعا خطير جدا، خطير بالنسبة للولايات المتحدة راعية المشروع من أوله، وخطير بالنسبة لإيران. وكذلك هؤلاء المجموعة الحاكمة في المنطقة الخضراء الآن هم وضعوا في زاوية حرجة جدا، هم الآن يعني يعانون معاناة شديدة، لم يمروا بهذه الأزمة من قبل، هذه أزمة شديدة صعبة، وبالتالي هم في حيرة من أمرهم. كل ما يملكون الآن هو عندهم سلاح الميليشيات، سلاح الحشد الذي يهددون به، وهؤلاء طبعا الحشد موجود ويدعم من خلف الحرس الثوري الإيراني، لأنه إيران أيضا لا تملك أي خيار. لو سقط نظام المحاصصة، نظام العملية السياسية في العراق، ستكون كارثة ونكبة كبرى على إيران وعلى الولايات المتحدة. لذلك الأمريكا نقول ليست جادة في موقفها من الثورة، كما أن إيران لا تملك إلا لغة الرصاص والدم، لأنه أي سبيل آخر. هذا النظام لا يملك أن يتجاوب مع مطالب الثوار، فماذا يفعل؟ ماذا يقدم؟ الشيء الوحيد الذي يقدمه هو الرصاص، هو القوة. وطبعا هم يغمزون من طرف خفي بأنه نحن لحد الآن لم نستخدم الميليشيات أو الحشد، حتى الآن هكذا يشيعون بشكل غير مباشر أنه هذه مجرد إطلاقات بسيطة، يعني تهديد مبطن. نعم، أنه الميليشيات لم تتدخل حتى الآن، والحقيقة أنهم يدخرون هذه القوة الإرهابية من أجل محاولة حسم الأمر كما هم يريدون. ولكن في الحقيقة هذه الثورة قد قالت كلمتها، وأصبح الأمر الآن صعب السيطرة عليه، وكما قلت لا يملكون إلا لغة الدم والقوة، لكن هذه غير نافعة، لأنه هذا النظام إذا توسل بهذا الأسلوب، وهو توسل طبعا هو فعل هذا، فالآن هذا النظام عبارة عن ولاية دم، ليس له إلا الدم مع العراقيين. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا ضيفي عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر.
ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي عزيز الناشط المدني في ساحات التظاهر في العراق. تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.